وفد بلارن او هوغامين ايو مدحوينها جمهوريه دا فدرال كا اه اي سوماليا مدني محمد عبد الله فرماجو ايا مانتا او ام ببحي مقالة دا جيبوتي جمهوريه دا جيبوتي هالكاسو سيوين ايو سو دوويين مسؤولين تا دالكاس مدحوينها ايو وفد جيسا ايا انتي هالكاسي اي جوغان وحالاقو وضا ان كل ما هالكاسي اي كل قاطان مدح دا دالكاسي وحيسودو قلقا قيب قلي دونان اشير لوغا هاليو هرومرين تدقالها افريكا وريها يجا على الباشا عبد الله أيها ينوفا فهنا. مدحوناها جمهورية الفدرال كاي الصومالي وبدأ هو جامين يوم ما تسوق قري دل كان جيبوتي ونقصوا دوير رئيس الوزراء هذا كان عبد الخادر كامل مهدي أيها كغيب قري ده فركة أجا عالمي جا نعس قعرت دل كان جيبوتي لجاهر قليه. مدحونها الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجة يقود بدو كتشدي فرتان كي جابتن كعاجن عن شرها دلك تشبوتي وحوح لو فرح كتل ما إن تشبوتي أيه جامين يسوس نحجل كنا قالها برجع يجلس كأفريكا ما أنت هو مال تاريخه ومال وين وعن مخاطي كل جنون هاي فرتان كا free trade zone كا أفريكا وين الحمد لله إن أي نقطة جيبوتي وحوي وواحد كلية وانسلاي هاي كيني كرا نبض يبرواقو يدقنا شو حسلوني سياسات وحي تهاي إنو دقالها سبح قلوه أو دعوه economic integration ما بانتان انجوغنو ماها وحن أركينو وح أكسدنتي أه وح شل أه ماها ووح قلي وقت بدن يشاق بدن إيو vision إيو هجان ونأكسن ولكن اسماعيل عمر جيلاء تاسو يدرو كتمت وشقين جود اهان دكا في جيبوتي او هجان كودا ونكسن سي ماركتو ودو صودا او وشقية وحن اركنا ان مدى في جيبوتي ديارو تاهي هور ماركا دقالي او كل جنان كتا منينو إنه كده على جيست أفريقيا. جمهورية أن ولا لها أنها جيبوتي أي كفاءة سنسا. هل كي يقطع الله قبل كا يدو مرتجل نسا مالجش عالمي أو كي مانا يا دلال كهر مري. علي باشا عبد الله مقالة دي جيبوتي ودن كجيبوتي.